ايه قصة الدولارات والاهلي بعت جواب لوزارة الشباب والرياضة بيقول لهم وفروا لنا دولارات من الدولة عشان احنا مزنوقين. راح رد الزمالك وقال لك الزمالك يدرس ان هو ياخد قرض بالدولار زي ما الاهلي خد قرض بالدولار، وبقيت العملية كلها الناس بتتكلم. طب لما انتوا عندكم ازمة دولارات بتجيبوا اجانب كتير ليه والبلد اولى بالعملة الصعبة؟ ردك. طيب اولا كويس جدا فتحت الموضوع ده يا استاذ عبد الناصر، فانا بقول لك انا مش عارف، فجأة كده فجأة لقينا الناس كلها بتسأل الاهلي بيجيب الفلوس دي كلها منين بغض النظر عن الدولارات الاول بصفه عامه، يعني عشان الصفقات والكلام ده كله ده عارفين بنجيب منين. لا 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 اقول السؤال صح، الاهلي بيجيب الفلوس دي منين وليه الزمالك ما بياخدش حقه زي الاهلي؟ بياخد حقه فيها في الدولارات. ما انت بتطالب بتقول ادوني دولارات، هو الاهلي بيجيب الدولارات دي منين؟ من بطولاته. طيب انت الزمالك بياخد بطولات، انت ايه علاقتك؟ انت حد جاب سيرتك؟ ما هو بيقول لك الزمالك، هو اللي الزمالك جاب سيرتك يا سيدي، هو اللي بيقول لك الزمالك يا سيدي، انا جبت سيره الزمالك هو يا باشا. انت عايز تقول انت بتجيب دولاراتك منين؟ قول. طب انت بتجيب دولارات وراجل شاطر وبتجيب بطولات، راح تطلب من الدوله ليه يوفر لك دولارات؟ ايوه بتطلب ليه بقى؟ بتقول من بطولات. انت عندك أيوة. انت عندك يبقى عايز، لان عندي مدربين اجانب وعندي لاعبين اجانب محترفين اجانب، مش في كره القدم بس، مش في كره القدم بس، في كل الالعاب، فانا محتاج عمله صعبه. اذا بطولاتك مش هنفعك، مش هي ازاي؟ ما هي لو بطولاتك مكفيه مش هتطلب من الدوله تقول انت لسه بتجاوب. هو النادي الاهلي كره قدم بس يا عمرو، انت اهو بتجاوب. اذا البطولات، شوف كم محترف في النادي الاهلي. طب عايز اشرح لك بس عشان واحده، بطولات الاهلي جابت مثلا 11 مليون دولار مثلا، مظبوط حصل، لكن الاهلي بيصرف 15 مليون دولار. طيب يبقى في عجز كام؟ 4 مليون دولار عايزهم. صح ايوه. طب يبقى اذا انت بتطلب من الدوله زي ما الزمالك بيطلب من الدوله. طب حد اعترض على كده؟ ما انتوا معترضين. طب معترضين على ايه؟ انتوا معترضين ان الزمالك ازاي يطلب من الدوله يوفروا له دولارات؟ احنا لا لا دولارات. طبعا اي نادي عنده لعيبه محترفين واجهزه فنيه محترفه من حقه بطلوا غيره بقى. احنا بنغير، بطلوا الغيره دي. ده انتوا اللي احنا نطلب دولار تقولوا عايزين دولار. الاهلي يجيب وسام ابو علي يقول لك بيجيب دولاراته منين؟ طب نجيب مش عارف مين ولا اتدخل معلوماتيا؟ اتفضل معلوماتيا. اتدخل معلوماتيا بعد اذنك. اتفضل. ماشي، حكم بما يرضي الله. بص، الأزمة بدأت من أن الأهلي خاطب وزارة الشباب والرياضة منذ أيام لتوفير دولارات لسداد التزاماته مع المدربين. تمام. وده سبق تصريحات للدكتور محمد شوقي، قال أن احنا في أزمة حقيقية بسبب عدم توفير الدولار. تمام تمام. لما الأهلي خاطب وزارة الشباب والرياضة كل الإعلام خد الخبر الأهلي يخاطب وزارة الشباب والرياضة. أنا قلت طب أنا أقدم ده زي ما عمرو علاء، بحثت ان انا اجيب معلومات تقول الناس طلبت ليه. نروح بقى عشان نترك النقاش من خلال معلومات. في 2023 الاهلي دخل 11 مليون دولار، وهو الرقم الاعلى ليه في تاريخه في الدولار. تمام. عملية بص، 2 مليون دولار كاس العالم للأندية في فبراير 23. 4 مليون دولار دوري ابطال افريقيا. تمام. 250 ألف دولار كأس السوبر الإفريقي. مظبوط. 1,700,000 دولار الدوري الإفريقي. مظبوط. 2.5 مليون دولار برونزية كأس العالم للأندية. ممتاز. 500,000 دولار 500,000 درهم إماراتي كأس السوبر الأولاني. كأس السوبر الأولاني. تمام. اللي فاز بيه على بيراميدز و150 ألف، يعني 150 ألف دولار. و250 ألف دولار كأس السوبر الثاني اللي فاز فيه على فيوتشر، يبقى ده 11 مليون دولار. تمام تمام. احنا قلنا تعب بعد اذنك يا فندم. ماشي تمام ماشي. انت قلت لكن المعلومه الجايه مش عندك. ماشي اتفضل، لان احنا بنجتهد. اتفضل قول. أيوة. المعلومه اللي مش عندك. ماشي ايوه، ما اقول لك الاهلي بقى 11 مليون. تمام. الاهلي صرف كام في 2023؟ الاهلي صرف بالعملة الأجنبية في 2023 ما يعادل بالظبط 16 مليون دولار و800 ألف دولار، في مدخل 11 وصرف 17. لا لا ماليش دعوة، 16 800 ما تقولش 17 يعني. لا أنا بقول لك الرقم بدقة، يبقى عنده عجز كام؟ 5 و800. الاهلي خد قرض باربعه من احد البنوك الرعالي بالدولار، وشطاره من مجلس الاداره هيسدد بالمصري في مساهمه من البنك مع الاهلي.
تمام تمام التمام كده، يبقى عنده عجز كام؟ 1,800,000 دولار سنويا، دي تدابير الاهلي ومصروفات الاهلي بالدولار. لا في سنة واحدة مش سنوية، في 23. انت بتكلم في 23، في 23. دي معلوماتي في الملف بتاع الاهلي يا استاذ علاء. تمام، عشان بس لما حد يشتبك يشتبك بمعلومات. تمام ما عنديش معلومات الزمالك دخل كام بالدولار غير انه صفر دولار في 23. صرف كام بالدولار؟ صرف اللي حضراتكم شايفينه، مبالغ لا حصر لها خصوصا في غرامات الاتحاد الدولي. يبقى مين الاولى يتوفر له دولار؟ طيب كلامك غلط لسبب. اتفضل. لان الزمالك انت بتقول صفر دولار، الزمالك في 23 دولار. في 23 ما احنا قلنا. ايوه اتفضل. احنا مداخله ايه في 23 بالدولار؟ هو مش باع امام عاشور ب 3 مليون دولار؟ يا باك انا بتكلم من البطولات. انا مالي بالبطولات، انت ليك في دولارات عندي ولا ما عنديش؟ انا بايع، انا بعت وكسبت يا فندم. يبقى بس المجلس قال لك 3 مليون دولار مش موجودين. ايا كان اتصرف وقتها. لا هو بيتكلم ايا كان، انا بقول لك ان في مداخيل. يعني انا اقصد صفر دولار من البطولات، لسه كنت بتكلم على موضوع البيع. اصل احنا لو اتكلمنا على كده هيبقى حمدي فتحي الاهلي باع. ماشي ماشي. العرار بتاعت اليوباتجي البطولات بس. البطولات بس. الاهلي قال انا دخلت 11 عايز اكمل، لكن في حمدي فتحي. طب ما هو الاهلي بيستهدف 5 مليون دولار من اليو وديانج. لا خلينا في اللي مش بالفعل. حمدي فتحي 3 مليون دولار. محمد شريف مليون ومش عارف كام دولار. مليون و600. طب يبقى الاهلي عنده مطالب ليه يا سيدي؟ عنده ما انت بتقول ان عنده اهو يا سيدي. احنا بنتكلم، انت كنت بكلمك اسجد، انت بتحط لي بند. انت بتقول ان اهو عمل انت حسبت الفرق. الراجل بيكلمك في دولارات البطولات، انت بتكلمه على اعارات. لا انا ببيع لاعبين بشكل عام في دولارات. انت ايا كان جت منين في دولارات، المفروض في دولارات. احنا بس عايزين نقول فتحنا ليه الملف ده، لان على الجمهور ان يعي، لكي اكون كبيرا لازم اوفر دولار عشان اجيب لعيبه تنافس معايا على العالميات. يعني مثلا يا جماعه برضه معلومه اهي، وعلاء هيقول لي عليها برافو. الاهلي انا كنت معترض اني اشارك في الدوري الاوروبي، واعتذرت عن الاعتراض لان طلعت تور الله برسيمي الدوري الافريقي. الدوري الافريقي ما انا اسف، طلعت تور الله برسيمي في الموضوع. ليه؟ تخيل الاهلي اللي انا قلت ضغط اللعيبه وهيدفع ثمن ارهاقهم، الاهلي بيفكر في الاستثمار اكتر من المشاركه. يعني الاهلي لو كان فاز على سان داونز كان قفزت مداخيله من 11 ل 13,300. يعني ماتش سان داونز خسر الاهلي 2,300,000. يبقى انا عشان كده جيت اعتذرت، قلت انا بعتذر للكابتن الخطيب والاهلي لما قلت ما كانش ينفع يشارك في الدوري الافريقي، لان الناس عارفين بيجيبوا فلوس منين. بالظبط. لان طلع مش كل حاجه الكوره. بالظبط. لانها صناعه. فنيا لا، فنيا ما كانش اللي صح الاهلي انه يشترك. لكن ما ينفعش كاس البطوله. لكن ما ينفعش. بالظبط بالظبط. تمام صح. قول لنا بقى في دولارات الزمالك بالبطولات. قلت لك ان البطولات من بيع لعيبته، من بيع لعيبته. طب ما تقول صفر بطولات بس عشان نخش في حاجه معينه. علاقه صفر بطولات. ايوه أي ماشي. طب بس على فكره ما دخلش اصلا مصر يعني انت هو بس النادي الاهلي عشان اعلن، وانت عارف الاهلي في الاعلام كبير جدا. ما كانش ينفع يعلن. لا بالظبط. انا معاك في دي، لكن دي أمور كل الانديه لا تهم الجمهور. كل الانديه المصريه بتعاني من ازمه الدولارات. ما يا فندم ما كانش ينفع يعلن. اقول لك على معلومه، الزمالك بيستهدف الحصول على قرض نروح للجنيه ب 170 مليون جنيه من بنكين. هل انت عرفت المعلومه دي؟ لا. اعلنها الزمالك. بس خلي بالك، الزمالك بيسعى لقرض دولاري. بعد ماشي. الاسماعيلي بيسعى لقرض يصل ل 250 مليون جنيه. ده الاسماعيلي عليه قف قيد وبتاع ماشي كده. يبقى ما نتعاملش مع القروض انها صبه. لا صبه مين؟ الاهلي واخد 300 مليون جنيه قرض في التجمع الخامس. ايوه يا عبد الناصر. وتعلن ليه؟ دي امور داخليه اداريه. لا لان بتعرض في الميزانيه يا عبد الناصر. انا ما ينفعش ابقى عضو جمعيه عموما في النادي الاهلي واجي اناقش الميزانيه الاقي ان في 300 مليون تخص الجمعيه العموميه فقط، ما تخصش الجماهير. طيب يعني ما هي الجمعيه العموميه دي ايه؟ ما جزء من الجماهير. لا لا اصل الجمعيه العموميه النادي الاهلي كام؟ ملايين استاذ علاء. لا مش ملايين، 150,000. 150,000 ايه يا عم انت؟ استاذ عمرو تتفق معايا؟ الجمعيه العموميه النادي الاهلي اكتر بكتير. طب عمرو ممكن تتفق معايا في حاجه؟ انا شايف اعلان الاهلي انه خطب وزاره الشباب والرياضه في توفير دولار نوع من انواع الضغط على وزاره الشباب والرياضه. في ايه؟
ما كانش ينفع يعلن. ما النادي الاهلي مش طب الاهلي كل حياته بيعمل جوابات ومكاتبات. ايوه اللي كان الدولار متوفر في الاسواق ولا لا؟ يا فندم سيبك من كان متوفر. لا لا الاداريه يا سيدي. لا لا يا عبد الناصر ازاي يا والله يا عبد الناصر. يا عبد الناصر دي ازمه. يا عبد الناصر ازمه ازمه. مش مش مش, مش الاهلي بس بيعاني منها، كل قطاعات مصر بتعاني منها. طب انا دلوقتي اللي بيروح عمره يا عمرو اللي بيروح عمره بيعاني ان هو لازم. طب ممكن اسال سؤال في الموضوع بس بعيد عنه، اسال سؤال يعني. اتفضل. ليه اتحاد الكوره هو المسؤول عن كره القدم او اداره كره القدم في مصر؟ صح. طيب ليه اتحاد الكوره ما شايف حضرتك لما استعرضت دلوقتي قلت ان الاهلي عايز دولار، ان الزمالك عايز دولار، ان الاسماعيلي عايز دولار، ان مش عارف كل الانديه تقريبا عايزه. تمام تمام كل الانديه بصراحه. طب انت اتحاد الكوره ما استشعرش المصري الاتحاد كل اللي عنده كل الانديه اللي عنده اجانب اللي عندك اجانب ده درجه ثانيه يعني في لعيبه اجانب محترفين اجانب الاتحاد عنده في السله. ايوه يا الله. طب عايز اتكلم اكمل الفكره بس. اتفضل. طب ليه اتحاد الكوره ما استشعرش الخطر من ناحيته؟ لان المعظم لعيبه كوره الاغلب كوره مش العاب ثانيه يعني. ليه اتحاد الكوره ما استشعرش الخطر ده وبدا ياخد قرارات بدل ما انا عندي 5 محترفين يا استاذ عبد الناصر؟ تمام. اقللهم، اقلل عدد المحترفين. يا عمرو يا عمرو بقول لك مثلا تطلع لنا تطلع لنا بحاجه خزعبليه يا راجل. ده السعوديه خلتهم 10 ويلعب 8. انا مالي، انا عندي، انا كل واحد ليه ظروفه. لا هقول لك على حاجه. السعوديه لها ظروف وانا ليا ظروف. الجزائر قعدت سنتين ممنوع لاي نادي التعاقد مع اي لاعب اجنبي بسبب ازمه العمله. طب بس تجربه السعوديه نجحت يا سيدي. السعوديه ما دي كل واحد له ظروفه. دي كل دوله ولها ظروفها. الناس قلتوا عدد المحترفين هيدمر المنتخب. اهو منتخب السعوديه من اقوى المنتخبات. فين من اقوى المنتخبات؟ احنا لسه بيلعب كاس اسيا. لسه ما ظهرش تاثير المحترفين. لسه ما ظهرش يا راجل. فما تقعدش كاس عالم عادي ما تديش ما تديش احكام وهي لسه ما ظهرتش. بالظبط يعني. يعني لسه الموسم ده. لا كاس اسيا هو شغال اهو. كاس اسيا ابتدينا فيه اهو. والنهارده قطر كسبت لبنان في الافتتاح. ماشي. قبل ما نروح لكاس اسيا حضرتك الحل ايه؟ الحل ايه؟ الحل ايه في موضوع الانديه والمداخيل سواء مصري او دولار؟ لا كله بيقترب. لا الانديه عليها مراجعه حساباتها. الانديه ايوه هي اللي تراجع حساباتها. اشكرك. مش الدوله. لا الانديه طبعا. انت راجل محترف وبتصرف. ايوه. وانا البس الدوله وانا البس الدوله ليه؟ اروح اجيب لي 5 محترفين والبس الدوله اقول له ما انا جايب 5 محترفين وفر لي عمله؟ لا طبعا. اتفق معك بس كان ده الخلاصه. تتفق في هذا؟ اتفق. ادارات الانديه عليها ادارات الانديه واتحاد الكره ليه هم مع بعض ينسقوا لكن الدوله مالهاش الكره مالهاش دعوه بانديه الدوري الممتاز. رابطه الانديه. رابطه الانديه ماشي. طيب القيد في الزمالك ازمه القيد. الحمد لله ازمه القيد في الزمالك. اعتقد ان يعني خلال ساعات ليه بتقول الحمد لله لما قلت ازمه القيد؟ لا هقول لك انا ليه الحمد لله. هقول لك ليه بس بعد ما صرفنا بيجاوب. لا والله تقول دلوقتي. والله والله لما انا لا. قلت له ازمه القيد رحت قلت الحمد لله لا ارادي. لا لا اصل بصراحه عمرو بس هيكمل. اولا انا هقول لك ليه الحمد لله. الحمد لله لان الفيفا عمل حاجه تاريخيه. ان هو اعلن كل الانديه المعاقبه بايقاف القيد واعلنها على مستوى العالم. على مستوى العالم. وكل يوم اثنين يعني 4 مرات في الشهر هيتم تحديث البيانات فبالتالي مفيش فرصه ان يحصل ايه؟ تلاعب. تلاعب في مصر. هو ايه التلاعب اصلا؟ لا ان يبقى في ايقاف قيد لنادي ويجي رئيس الاتحاد بعد ما القيد يتفاجئ يقول لك احنا ما رضيناش نعلن وقتها عن ايقاف القيد. ما كانش ينفع ان احنا نوقف القيد. حضرتك ليه بتقول ده دلوقتي؟ انا ليه؟ ايه علاقته ده بالموضوع؟ ان دلوقتي الكشف دلوقتي ان الفيفا تكون عامله ايقاف القيد لكل الانديه بسهوله جدا دلوقتي نقدر. ما معروف اصلا. لا هو ايقاف قيد هيبقى هيتخبى. هيتخبى طبعا. اتخبى اتخبى. لا انا كنادي اتخبى. بص ممكن تسمع. حدث بالفعل يا باشا. اسمع طيب اتخبى. انت الزمالك معاقب بالايقاف. انت على فكره دخلت في موضوع تاني. لا لا انا بس اشرح لك بس عشان تفهم. بس اشرح لك الزمالك لما خبى ايقاف القيد لان كان جاله في نص الموسم وانا داخل على مش في نص الموسم في نهايه موسم وانا داخل على بطوله الدوري حسم دوري. طب ماشي اكمل لك. طيب من نادي الزمالك يعمل كده مصلحتك انا كنادي الزمالك. طب ماشي مصلحه مليون في المية مصلحه نادي الزمالك انه يخاف. طب اتحاد الكوره يعلن ليه؟ هو ماله اصلا يعني ليه؟ ايه ازاي يعني؟ حد ساله؟ طب سؤال. حد سال اتحاد الكوره؟ برافو عليك. برافو عليك برافو عليك. حد ساله؟ برافو عليك. افرض لعيب لعيب الزمالك اتعاقد معاه. اتعاقد ازاي؟ الموسم خلصان. ده كان يناير عدت فتره يناير. ثواني يا عم. اتعاقد بيني. اسمع بتخترع مني.
نادي جاي ياخد لعيب من نادي الزمالك ياخده ازاي برضه ياسين؟ اسمعني، هو دلوقتي الفيفا عمل ايه دلوقتي؟ قبل ما تروح تتعاقد مع اي لاعب في اي نادي بتشوف النادي ده متعاقب ولا مش متعاقب، القيد اتخبى ولا لا. انا بصراحه يا علاء انا بستعجب عن تدخلك في الحوار ده. يعني انت دخلت في حته تاني خالص بسوء نيه على الزمالك، كان يا عم بسوء نيه انا بقول لك كل الانديه. لا, لا 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 انت دخلت ان الزمالك بيتجامل في موضوع القيد بصراحه. انا اقول اللي ليه ولا لما عمرو يقول لك خبوا القيد. أيوة خب انا قلت ده انت ده خبر اتخبى. ايه في خبر نادي عادي. من حقي انا مصلحتي اني اخبي اي حاجه. واتحاد الكوره من مصلحته برضه انه يخبي. اتحاد الكوره ماله؟ محدش ساله. هل حد وجه سؤال لاتحاد الكوره؟ واتحاد الكوره ما جاوبش. كاشف اتحاد الكوره لما يجي له خطاب من الفيفا بايقاف نادي يعلنوا يقول للناس اهو. طبعا انت مالك انت؟ انت مالك؟ ما يفيدكش انت اعلن الزمالك ازاي يعني؟ هو الزمالك عارف منين؟ من يا عم افرض انا نادي جاي ابيع لعيب للزمالك او اخد لعيب من الزمالك عشان عارف ان النادي ده موقوف كده ومش موقوف كده. ما هو هتشتري وتبيع ازاي وكذا يناير عندك؟ انا شايف انك انت زي كاسرين اتلقيت ان الزمالك هيحل ازمه القيد بزعل. انت بصراحه واضح في نفسك حاجه، بدل ما تقول مبروك والازمه اتقلت ونفرح للزمالك انت رحت طالع لنا فجاه بصراحه. قصه بعيده عن الموضوع. انت عايز تودي كلامي في حته ثانيه؟ لا والله العظيم انا بتكلم كدا. انا بقول الحمد والله لله. العظيم مفهوم كده. لا يا حبيبي خالص هو الحقد الحقد. انا بقول الحمد لله الحمد لله لا هو لا ارادي. لا يا حبيبي لا لا على كلمه لا لا لا. الحمد لله كانه الفيفا هيكشف الزمالك. مش هيكشف الزمالك يا عبد ناصر، انا بقول الحمد لله. هو ده اللي اتفهم للناس. لا انه مش هتخبي على الاعلام حاجه، انك انت انت كمذيع دلوقتي بتقدم برنامجك كل اسبوع هتقدر الناس تعرف الزمالك مش الزمالك اي نادي في العالم. لا يا استاذ علاء ممكن اسالك سؤال؟ هو عيب اتحاد الكوره ولا عيب الاعلام اللي ما سالش اتحاد الكوره؟ لا عيب اتحاد الكوره. لا عيب الاعلام. لا طبعا يا باشا الاعلام ما سال اتحاد الكوره. ايه طبعا ده عنده موقع رسمي. انا اقول اللي ليه. ايوه ثانيه واحده بس. طب ثانية واحدة بس. أنا اتحاد كورة اخترت النادي الموقوف بعت له جواب لازم أعلن للناس كلها أقول لهم. أيوة طبعا مالي. طبعا لا يهمك أنت يهمك في إيه؟ لأن في أندية تانية فيها مصالح مشتركة مع النادي. مفيش مصالح مشتركة لأن ده نهاية موسم. يا سلام عدى فترة الانتقالات عدت مفيش فترة انتقالات. هو غلط في اللي جواه وطلعه لا إرادي. يا عم ما غلطتش أنت بتغلط بالعافية. اللي مسؤول اتحاد الكورة أنت بتغلط بالعافية. من الكاف يا عم بتغلط بالعافية. الكاف كاد يعاقب اتحاد الكورة على تم ارسال بيانات. طب استنى استنى اتحاد الكره ليه لحد دلوقتي ما اعلنش عن ان مدى فتره القيد؟ لا هنروح لدية. طب سؤالي انا كنت متوقع منك يا استاذ علاء. لو سمحت يا عم انت. لا انا كنت متوقع منك انك تقول انا ببارك للزمالك انتهاء هذه الكبوه. وهي انتهت. ايوه انتهت. انتهت امتى؟ على مسؤوليتي انا. ايوه لما تنتهي. لما تنتهي بريك. خلال ساعات هتسمع. يا باشا انا من شهر قلت ازمه القيد انتهت. يا سيدي لما تنتهي. معلوماتي بقى. خلال ساعات هتسمع انها انتهت. يا عم يوم. انت صدمتني ورحمه ابويا انت صدمتني. احسن. والله انا لما الزمالك باذن الله ربنا صدمت الراجل. الراجل دلوقتي مصدوم. يا عم صادم احسن. الراجل مصدوم دلوقتي ما ينفعش. انا يوم ما الزمالك. انت معتدل طول الحلقه صدمتني. لا يا عم. انت عايز ابارك على حاجه ما حصلتش؟ يا باكا ايوه انت مستكتر على الزمالك انك تبارك له يا راجل. يا عم لما يحصل الخبر يا باكا ايوه انت عندك معلومات. انا هعمل. انت عندك معلومات ان الزمالك الازمه انتهت في القيد؟ لا ما عنديش معلومات. انت واحد من افضل الصحفيين اللي عندهم معلومات. لا معروف. انت زعلان خلاص يعني. انت زعلان. الازمه انتهت ازاي؟ والله العظيم زعلان. زعلان من ايه؟ زعلان ولا مش زعلان؟ لما الزمالك بياكل في نفسه. لما البيان بتاع نادي الزمالك بيقول لك ان لسه في قضيتين. البيان بتاع نادي الزمالك. البيان لسه في قضيتين. تيجي انت تقول لك ده التفاوض وانتهائهم. لما تفاوض البيان قال كده يا باشا. خلصانه انت من دقه حسين لبيب ومجلسه كان كاشف وصريح مع الناس. قال لهم ان انا هنا 12 واحد اثنين والاثنين خلصانين وعلى مسؤوليتي خلصانين. ايوه ايوه الموضوع خلال ساعات يعلن. طب يا جماعه بعد اذنكم الفقره دي اللي علاء صدمني. والله العظيم صدمني. والله العظيم صدمني. علاء صدمنا على طول ان شاء الله. على طول انت عادي متعود لكن انا اتفاجئت.